فنبدا يعني من الكلمه الاولى اللي قلتي ديالها هنيئا، فالحمد لله ف هذا شرف لي انني نحمل هذا القميص هذا ديال فريق كبير، فريق يعني كان من الصغر انني كنحلم اني نلعب في هذا الفريق. الحمد لله اليوم كان كيتسناو الجمهور اننا ان شاء الله نعطيو الاضافه، هذه الحاجه اللي واجبه علينا اننا نديروها. كنتمنى ان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه ونقدموا واحد الاضافه. سولتيني على كيفاش كتكون، فالحمد لله انت راك فاش كتجي فريق الاولى عارف راه جاي فريق كبير، جاي ان عرفت عندك مسؤوليات كبيره، الجمهور كتسنى منك انك تقدم الاضافه، فهادشي يعني كنت واعي به نهار وقعت بالفريق. الحمد لله حنا غاديين في هذا الطريق هذا، وكنرجع انني غادي نعطي ما في جدي انني باش نشرف القميص نشرف الاسم ديالي.